أنا شهد سلمان، مواليد 1996، لي في هالمجال 3 سنين ومن أحلى السنين في حياتي. تعلمت منها الكثير، طورت من نفسي وعرفت عن ثقافات أكثر، وجدا فخورة في نفسي لأني تعاملت مع مجلات كبيرة ومنها جي كيو، ويشرفني جدا أكون متواجدة معهم اليوم. أنا هنا لأني ما استسلمت، وأنا هنا لأني عرفت المكان المناسب لي، وساعدني كثير هالشيء في تعزيز ثقتي بنفسي، ويكفيني أني إلهمت الكثير من الناس. المهم التحدي، ولو مو التحدي وبالأخص الثقة بالذات اللي تعتبر من أقوى الصفات اللي تحلي فيها اليوم.